خسرت المغرب اليوم من بطل العالم فرنسا، لكنها فازت بالمجد، كل المجد. النهاردة فرنسا كانت ند للمنتخب المغربي وليس العكس، كانت المغرب أقوى وأفضل، ظهرت كبيرة كعادتها بأبطال ورجال شداد. صحيح النهاردة المغرب خسرت فرصة المباراة النهائية ورفع الكاس، بس كسبت احترام العالم، رفعت رؤوسنا للسماء. شرفتونا ومستنيين إن شاء الله البرونز قدام كرواتيا.